طيب النقطة الثانية، لو كان فيه نجس في سرواله أو شيء وغسله، هل ينتقض وضوءه؟ إذا وجد نجاسة في ملابسه الداخلية هل ينقض ذلك أو يبطل الصلاة؟ لا، هو يسأل عن إذا غسل النجاسة هل ذلك ينقض وضوءه، هل غسله للنجاسة ينقض وضوءه؟ لا، لا ينقض وضوءك، إنما ينتقض الوضوء بنواقض الوضوء الثمانية المعروفة. نعم. وأما غسل النجاسة أو لمس النجاسة فهذا لا ينقض الوضوء. نعم.